في الإفضاء برأيه يعني. انا بحضرتك، انت حضرتك بتقول ممكن يكون معترض على عبارة، هل جموع الشعب المصري كله رجال قانون؟ لا طبعا مش رجال قانون. احنا عندنا الأمية، نسبة الأمية عالية 40% تقريبا. خلاص، فانا بقول لحضرتك الأمية الناس بتعرف مواد السورة، احنا بنتكلم كلام يعني بسيط عشان كل الناس تعرفه. المواد ما فيش، ما فيش فيها حاجة جوهرية، ده احنا شفنا الشعب كان بيتكلم على ايه. زي ما قلت لحضرتك في الاول، رئيس الجمهوريه ما تخلوش مؤبد طول العمر، يقعد مدتين واربع سنين، هيسهلوا له ويعملوا اشراف قضائي. الثلاث حاجات دول اللجنه مشكوره انضافت حاجات اخرى، فاحنا حققنا مطالب الشعب اللي كانت في الفتره اللي العمالين كانوا بينادوا بيها. وقلنا اشراف قضائي، مش اشراف قضائي بس، ده احنا قلنا اشراف قضائي كامل، وشلنا رجال الشخصيات العامه من الماده، بقى كله رجال قضاء بحت في المواد لما تيجي تتشرح. فانا بقول لحضرتك لما اجي اقول مواد الدستور، انا ممكن وجهه نظر حضرتك عايز المواد دي محل اجماع، وانا وجهه نظر المواد دي محل اجماع. نعم. فانا ما اقدرش اقسمها، وبالتالي انا اجي اقول ماده ماده. اولا التصويت ممكن الورقه تبطل، لان ممكن يعمل حاجه في جزء الورقه كلها صوته يبطل، يبقى اذا انا برضو العمليه بقى فيها صعوبه. وعشان اقول له هيدخل يقرا، هيقرا ايه وهيفهم اني نص، في ناس كتيره ممكن ما تعرفش. لكن بنقول يا جماعه التعديلات كحزمه واحده هي بتعمل 1 2 3 اللي احنا بنوضحه اجمالا كده، ومع المواد لما تيجي تتقال. فهو داخل عارف انه داخل في افاق جديده، في حاجه جديده غير لا. الفتره اللي فاتت، فدي تدي رؤيه. لكن ماده ماده انا بعتقد طيب. يعني انا بس هاضيف عباره واحده، انه يبقى انه يشفع لهذه المثالب والمطاعن على هذا النظام أن القصد منه تحقيق غاية نبيلة، أن يوفر جو يعبر، يعني يهيئ لمناخ وإجراءات تعبر عن إرادة الناخبين. نعم. فممكن أن احنا يعني يغفروا لهذا الوضع، أنه هيحقق لهم في النهاية اختيار حر نزيه، يعني تحت إشراف قضائي. وبعدين احنا الحقيقه اللي بعتبره ايضا استجابه حقيقيه وتلبيه لمطالب الشعب كله، 189 ألزمنا جدا. ألزمنا ولم يطالبنا بها احد، ولم تكن ضمن النصوص اللي ورد بها خطاب الرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تكليف بمهمة اللجنة، إن احنا إيمانا مننا بأنه فعلا الجميع متفق أننا في حاجة إلى دستور جديد، قلنا كده أنه يجتمع 189 مكرر واللي قضت وجوبيا بإعداد دستور جديد. نعم، نص موجود يعني. طب ممكن حضرتك تقول لنا النص؟ يجتمع الأعضاء غير المعينين. نعم. يجتمع يعني ده أمر وجوبي من الشارع لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء، يعني بعد الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال 6 أشهر من انتخابهم، وذلك كل وفقا لأحكام القانون. إذن لم تترك هذا الأمر اختيارا لرئيس الجمهورية القادم. نعم. ولا للبرلمان القادم، بل إن الدستور تضمن في متنه في صلب نصوصه نصا يوجب على البرلمان أنه يجتمع خلال 6 شهور، وعلى الرئيس أنه يمتثل لهذا النص ويغير الدستور. طيب انا هستاذن حضراتكم ونطلع فاصل، وهرجع انقل لحضراتكم اراء المعارضه، هتبقى واضحه للساده المشاهدين اكتر مين بيعترض على ايه وراي حضراتكم فيها ايه بعد الفاصل.